فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز استخدام التراب بدلا من الاستجمار بالأحجار؟ هل يجوز استخدام التراب بدلا من الاستجمار بالأحجار؟ قلنا لا، سألتم عن هذا من قبل وقلنا لا، ما يقوم التراب مقام الاستجمار لأنه يلوث أكثر فلا يكفي التراب، إنما هذا عند العوام هم اللي يستعملون الشيء هذا وهو غلط، ولا يجوز ولا يكفي لأنه ما ينقي المحل. نعم.